يقول أنا لأكثر من 14 سنة لم أصلي وأريد الرجوع إلى الله والتوبة أشعر بأن الله لا يحبني شعوري بالتوبة يعني بأن الله يحب فهل شعوري بالتوبة يعني بأن الله يحبني للخير هل يجوز أن أعود للصلاة بأن أتيمم فقط لأن جسمي لديه حساسية صدفية من كثرة لمس الماء إلى آخر ما ذكر عبد الله من السعودية بارك الله فيك أولا أخي الفاضل الواجب عليك الآن أن أن تشتغل بسرعة التوبة إلى الله عز وجل وأن تبتعد عن مثل هذه التفريعات ومثل هذه التوزيعات للمسائل ما أدري الله يحبني ولا ما يحبني وإذا كذا يعني أنت الآن من المهم جدا أن تسارع إلى التوبة أنت في حالة ما تدري الإنسان يعني جالس من عمره في هذه الدنيا على شفا جرف نهار ما يدري متى متى يقال فلان مات احنا الأعمار بيد الله عز وجل وملك الموت لا يستأذن أحد فأنت الآن بحاجة أنك تبتعد عن مثل هذه الفلسفة وهذه والله أنا ما أدري الله يحبني ولا ما يحبني وإذا يعني أنا كذا أطلع أروح للتوبة أنت الآن واقع في أمر عظيم أنت تارك للصلاة من 14 سنة هذه مسألة كارثة لذلك يا أخي الفاضل دعك من هذه التفريعات وهذه التوزيعات وهذه الفلسفات و, 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 و وأقبل على ربك الآن الآن من هذه اللحظة تب إلى الله عز وجل واستغفر الله وامضي إلى صلاتك واندم و و على ما سبق اندم على ما سبق والشريعة ولله الحمد ما توقع الإنسان في حرج الشريعة تأتي للإنسان الواقع في الضيق والحرج تنتشله إلى فضائل السماحة واليسر والسهولة ولله الحمد والمنة قضية أنك تتيمم عشان الصدفية هذه مسألة أخرى أنت الآن أهم شيء تصلي أنت الآن هادم لركن من أركان، أعظم ركن من أركان الإسلام بعد بعد الشهادتين الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإسلام كما عند الترمذي من حديث معاذ قال: وعموده الصلاة. عموده الصلاة. يعني ما ما قيمة الإنسان المسلم في هذه الدنيا إذا كان ما يصلي. بعدين تكثر من الإستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم وتحرص على يعني مصاحبة الأخيار ورفقة الصالحين وتحرص على أن يكون لك برنامج يومي اللي هو الورد قراءة القرآن والأذكار وكثرة الاستغفار والحرص على صلاة الجماعة وتكثر من النوافر من قيام الليل وأشياء من هذا القبيل بارك الله فيك مسألة والله ما تستطيع التيمم عندك صدفية خطيرة في جسمك ما, ما تستطيع لمس الماء تنتقل التيمم تقول لا أنا أستطيع ألمس الماء لكن عندي قدمي واحدة ما هذا ما الميسور لا يسقط بالمعسور تتوضا جميع جسمك وتتيمم عن هذا العضو بارك الله فيك اسال الله تعالى ان يفتح على قلبك وان ييسر امرك واؤكد عليك بانك من اللحظه هذه انك خلاص يعني تحرص على الصلاه و... عليها قضيه هل تقضي ما مضى 14 سنه الراجح من قول أهل العلم أنك ما تقضي وإنما تواظب وتكثر من النوافل، بارك الله فيك